داخل المدينة للأسف، خاصة بعد الساعة الخامسة. هذا الإشي اللي كان ما يحركش عجلة الاقتصاد داخل مدينة القدس. بيني وبين المكان صار إنه أنا صرت أحب أستنى هذا اليوم بس عشان أعرف أكثر عن المدينة اللي أنا فيها. صرت أحس إنه في لكل حجر في المدينة هاي قصة، وهاي القصة عم نسمعها هلأ من تيم بشار أبو شمسية. القصة هاي حلو إنه كلنا نعرف عنها. وين ما بدك تروح صرت أمشي مثلاً بنهار أتذكر إنه هون ممكن يكون في معلومة أنا ما بعرفها، أروح الدار أقرأ.